مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحل التونسية. قال المعتمد الأول طارق البكوش في حوار أجرته معه صوت الساحل التونسي أن الوضع في المنستير مطمئن ومستقر، وذلك على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت مؤخرا في المنطقة. وأضاف المعتمد الأول أن ذلك تم بفضل المتابعة اليومية للصولة الجهوية ويقظة الأمن والجيش. كما أكد طارق البكوش على ضرورة الاستقرار ونبذ العنف والمحافظة على الأملاك والأشخاص، وذلك لجلب الاستثمار وفرص العمل. نقول إحنا الوضع في المستير أولا مستقر ومطمئن، الحمد لله يا ربي، ما شهدتش ولايتنا الأحداث كل أليمة اللي شهدتها بعض ولايات أخرى، احنا أقل وطأة بكثير. استبشر متساكنو بعض الأحياء بسوسة بأشغال إعادة تعبيد وتهيئة شبكة الطرقات بسوسة، واعتبروها مهمة خصوصا في ظل الحالة المهترئة لطرقاتنا المحلية. هذا وأجمع الجميع على ضرورة التسريع في إنجاز هذه الأشغال التي باتت تضايق أصحاب المحلات والمتساكنين جراء الغبار والأتربة والأوساخ والضجيج، كما تضايق أيضا مستعملي الطريق نتيجة الاكتظاظ واضطرارهم لتغيير الطريق باستمرار نتيجة هذه الأشغال. والله شو أقول لك يا أختي، يلزمهم يعاودوه الكياس، والحمد لله اللي يعاودوه، لكن من أن المفروض كانت الأشغال تكون في الليل، ما عندها ما فهمش عليش، ما عندها فهمت، وكان كانت الأشغال في الليل هما ما يتعبوش وإحنا ما نتقلقوش. في شارع حي الرياض اللي يهز الرياض الخامس محفر لأراك الله مكروه، وتعديوا منه كيران وكراه، ما أنت كياس عموم حالة في وسط البلاد، تعدي حتى في وسط البلاد، معناتها هذا نورمالمون مصروف زايد يعني راه هلا اكثر من هذا، هذه لاباس عليه، حبوا يعاودوه هكا، ممكن خاطر الانتخابات البلديه قربت يحبوا ياخذوا اصوات وكل. أكدت معتمدة زرمدين في لقاء مع قناة صوت الساحل التونسي أن الأمن مستتب في زرمدين، وذلك بعد أعمال الشغب والعنف ومحاولات الاعتداء على الملك العام والخاص التي شهدتها المعتمدية مؤخرا. وأضافت أن درجة الوعي واليقظة لم تكن لولا يقظة المجموعة الأمنية وتكاتف جهود المجتمع المدني والأحزاب لمنع أي تخريب أو اعتداء على المنشآت العمومية والخاصة، ومحاولاتهم لنشر الوعي في صفوف الشباب والناشئة. في الحقيقة أول ما بدأت الحركة احنا في كنا متحضرين، كان المجتمع المدني كليك متهيئ معناتها وحاضر من أول لحظة، الناس كل حضرت كانت موجودين، الأحزاب المجتمع المدني بالحق معناتها أبناء زرمدين الكل كانوا متواجدين لهنا في أمام مقر المعتمدية، وكانوا واقفين قدام المنشآت الكليكة، ما حاولوا باش ما يطولوش أي منشأة من المنشآت الموجودين. تم خلال جلسة عمل عقدت الأسبوع المنقضي بولاية المهدية وتحت إشراف الوالي محمد بودن برمجة مشاريع بقيمة 260 مليون دينار، بعضها ستنتهي أشغالها خلال السنة الحالية تزامنا مع انطلاق أشغال مشاريع أخرى. ومن بين هذه المشاريع أحداث ثلاث محطات تطهير بقيمة 100 مليون دينار، ومشاريع التنمية المندمجة بقيمة 80 مليون دينار، إضافة إلى 30 مليون دينار مخصصة لتهيئة الطرقات، وأكثر من 35 مليون دينار لفائدة مشروع توسيع وتهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية. انتشرت مؤخرا في تونس ظاهرة السيجارة الإلكترونية، وبين مؤيد ورافض حاول السيد نصر الدين المنزلي أحد الناشطين في جمعية السيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين، حاول بسط أهمية هذا الاختراع الإلكتروني الذي يعمل ببطارية قابلة للشحن ويوفر جرعات مستنشقة من النيكوتين، وبذلك يؤمن لمستخدمي هذه المادة دون التعرض لأخطار القطران. شفنا في عدة دول اللي هي تكاثرت بصفة كبيرة، في دول أوروبية بصفة خاصة لقيناها بعد التحريات وبعد ما شفنا في شنية النوافع متاعها، لقيناها نافعة جدا للاستعمال السيجارة العادية، تنفع برشا باش ينجم يبطل
السيجارة عن طريقها هي. انتظم يوم الأربعاء 17 من جانفي الجاري بمقر الولاية حفل على شرف المكتبين التنفيذيين الجديد والمنتهي نيابته للاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير، وذلك تحت إشراف ولي المنستير أكرم السبري. وتوجه الوالي بالتهنئة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تم انتخابه في 9 من جانفي الجاري في المؤتمر الجهوي 11، والذي أشرف على فعاليته نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. تقطن الأرملة فاطمة بمنطقة سويس بسوسة في شقة على وجه الكراء لم تدفع ثمنها منذ 5 أشهر تاريخ توقف الإعانة الشهرية التي تأخذها من جمعية خيرية. السيدة فاطمة أيضا هي أم ل5 أطفال، 2 منهم يعانون أمراضا مزمنة وعصبية وهي بدورها مريضة. فاطمة أطلقت نداء استغاثة للقلوب الرحيمة وكل إنسان يستطيع مساعدتها ولو بدينار للتغلب على وضعيتها الصعبة والمزرية. يكتم ربي هاللي إلي، يكتم ربي اللي يحب يعاونه بلي، يكتم ربي أني قابلة ما يسألش، يرحم والديهم ويربي عيشهم. هذيك شنقولوا أنا كل شيء على عينيهم بيجي ويشوف. خصصت بلدية بنان في ولاية المنستير اعتمادا قدره 300,000 دينار لمشاريع القرب ضمن المخطط الاستثماري البلدية التشاركي لسنة 2018. وتتوزع هذه المشاريع التي ستنفذ على مستوى 3 مناطق بلدية، وهي منطقة الحي الجديد، منطقة حي البساتين والانطلاقة والمنشية، ومنطقة بوذر، إلى مشروع أول يتمثل في تعبيد 2675 متر خطي من الطرقات، من بينها 416 متر خطي من الطرقات الجديدة، والبقية أشغال إعادة تعبيد، وذلك بكلفة جملية قدرها 260,000 دينار، بالإضافة إلى مشروع ثان للتنوير العمومي لحي شعبة القرنيت في منطقة الحي الجديد باعتماد قدره 40,000 دينار. في أخبار الرياضة، فاز الهلال الرياضي المساكني يوم الأحد 14 جانفي الجاري بنتيجة 27-24 على النصر الرياضي بطبولبة، وذلك في مباراة جمعت بينهما في القاعة الأولمبية بمساكن. هذه المباراة تندرج ضمن بلايوف البطولة الوطنية أواسط لكرة اليد. لاعبة التنس شهد البريري والناشطة ضمن نادي تنس بمساكن، ورغم صغر سنها إلا أن مشاركتها الوطنية والدولية في التنس أهلتها بطلة في التنس، مسيرة مشرفة وواعدة تنبئ بميلاد بطلة قد تصل إلى العالمية. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية عرضنا الإخباري، دمتم في أمان الله.